شوفي طنط، بتلبسي هيدا وبتفوتي على أوضة سيف وبتنطري ليجي. طنط بس هيدا عيب. لا طنط مش عيب، انت مرته قدام الله وقدام الكل، وانت بتحبيه وهو بيحبك، شو بعد بدنا اكتر من هيك؟ بس مش لازم انا اللي اعمل اول خطوة. امبلا طنط، انت لازم تعملي اول خطوة، لانه سيف مفكر انك بتحبيك يا خي، ما بيعرف انك مغرومة فيه وخايف تصديه. وبركي هو اللي صدني. معقول بنت حلوة مثلك وبيحبها معقول يصدها؟ ما بعرف، بس أنا مش مرتاحة أعمل هيك. أنا رح ريحك، إذا صار حيالله شي حيالله شي حطيها فيه وأنا قبلاني، شو رأيك؟ وهيدا تلبسيه ليك شو حلو. بتحطي الروب فوقه بس ما بتبكلي. طنط فردي شعراتك وحطي بارفان وحطي شوية حمرة. شو عم تعملي هون؟ وليه لبسي هيك؟ أنا ما خصني، طنطروبة جبرتنا أعمل هيك. طنطروبة طنطروبة طنطروبة، وإذا هي جبرتك أنت بتعملي هيك؟ اطلعي وقتك. ماما ماما ماما، شو في ابني؟ شو في ماما؟ امي محلك تزهقي بقى، محلك تبطلي يوم الحركات. خلص بقى، خلص يا امي. حركات شو تقبر يا شو عم تحكي؟ ما معك خبر حبيبي، عشو بدي يكون معي خبر؟ انا نايمه. شو في؟ شو عم تعمل فلك بقوطي؟ اجيت لعندك؟
ايه اجت لعندي وانت اللي بعتيها ولبستيها هيك شيء ما اعتبرتيه انت لانجري. شو الوضع؟ لا حبيبي انا ما بعتها، انا بس نصحتها، هي اخذت المبادره منها لحالها. كيف يعني؟ يعني فلك مغرومه فيك وطبيعي تنغرم فيك، بتضلك واقف حدها وبتعملها اللي بدها اياه وعم تحقق لها احلامها، بتجي بتلومني لالي انا ليش انغرمت فيك؟ كيف مغرومه فيي؟ ليك البنت قاعده عم تبكي. حبيبي اكيد انه شو بدك اياها تجي تترجاك، يعني هيدا اسلوب نسوان. لا امي لا، هيدا مش اسلوب نسوان، هيدا اسلوبك انت. قلت لك انا ما خصني، انا بس نصحتها. طيب امي ولنفترض انه اللي عم تقولي مزبوط، انت على اي اساس بتنصحيها للبنت هيك نصيحه وانت بتعرفي اني مغروم بوحده تانية؟ على اساس اني عرفت انها مغرومه فيك، ومرتك احق فيك من غيرها. طيب للمره المليون بقول لك اياها، فلك مرتي بس على الورق، بالنسبه لإلي هيدي مرت خيي ورح تبقى هيك، وانا مغروم بوحده تانية. مغرومه وحده تانية، عجدتي ما رح تصير.